يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لطالب العلم المبتدئ أن يقرأ في كتب أهل البدع؟ لا، المبتدئ لا، لكن يتعلم كتب العقائد ويتدرج شيئا فشيئا. أول شيء يأخذ الأشياء اللي ما فيها خلاف، مثل ثلاثة الأصول، مثل كتاب التوحيد، مثل العقيدة الواسطية، تدرج شيء فشيء. فإذا أنه صار عنده مبلغ من العلم يطلع على كتب الفرق. ونعم.